ننتقل لزميلنا روني، بس روني اول شيء نعيد عليه بمناسبه شهر رمضان الفضيل، ونعيد عليه بمناسبه عيد ميلاده. كل سنه وانت سالم وانت سالمه روني، يا رب، الله يسعد كل العمر عام وانت كله. بخير. انت بالف خير يا رب. تفضل. روني احكي لنا شو عندك اليوم. طبعا امبارح تحدثنا عن موضوع الانظمه الغذائيه في رمضان وكيف ننظم غذائنا ونرتبها. في كثير تساؤلات وصلت معنا على موضوع العطش، انه كثير من الاشخاص بيعطشوا في رمضان ووقت السحور بيشربوا كميات مي كبيره، وهذا مضر للجسم بشكل كثير كبير، وجسم مش حيخزن المي، حيخرج منه الكميه الاكبر. فموضوع شرب المي هو عباره عن تقسيم المي الى مدار من وقت الافطار لوقت السحور بالتدريج، يعني 250 الى 500 مل في الساعه. طبعا الاشياء اللي نحاول نتجنبها في موضوع رمضان عشان اللي بتسبب العطش هي الاملاح، المأكولات اللي فيها املاح عاليه، بنحاول نقلل من موضوع الصوديوم اللي هو بيسبب العطش، بيطلع بيخرج السوائل من الخليه، على عكس البوتاسيوم اللي بيخزن السوائل وبيرطب الجسم بمدار اليومي. البوتاسيوم موجود في الموز، الافوكادو، البطاطا الحلوه، هذول الاشياء بتساعدني في انه اتغلب على موضوع العطش اثناء الصيام. اما موضوع الانظمه الغذائيه تحدثنا عنه، ولكن بدنا نعيد بشكل بسيط موضوع اللي بده يضخم او ينشف. في كثير تساؤلات بيجي على الموضوع هذا، فيك تضخم، فيك تنشف، فيك تزيد وزنك، وفيك تنقص وزنك، هو موضوع نفس الموضوع الايام العاديه، السعرات الحراريه، ولكن اختلف معي موضوع التوقيت، انه الوقت صار عندي البسيط، فاذا بقدر اضغط الكميه السعرات عدد معين من الساعات وزني حيزيد. نتجنب موضوع الحلويات، ولكن ما نمتنع، فيك تاخذ كميه معينه من الحلو، ولكن الحلويات والمقليات ما تزيد من حجمك لانه هم زياده الدهون بشكل كامل. فامبارح تحدثنا على عده تمارين، كانت تمارين هوائيه اللي نحن بنعملها قبل الافطار اللي بتحتاج الاكسجين ومواد غذائيه لانتاج الطاقه. اما تمارين اليوم بدي اعطيك اياهم هي تمارين المقاومه، اي باستخدام الاوزان كالدامبلز بأوزان بسيطة جدا، الدامبلز فينا نستخدم فيه، حاطي على عدة مجموعات تمارين، طبعا فينا اتمرن قبل الإفطار أو بعد الإفطار، برضه نفس الشيء، كثير أشخاص بيحكوا مثلا قبل الإفطار أنا بهدم عضل، أصلا بناء الكتلة العضلية هو مسؤوله أصلا الشيء اللي بتمركز فيه هو هدم العضلات، فأنا بهدم العضلات على كل الحالتين، سواء رمضان أو لا، ولكن موضوع إني ما أهدم عضلات أو أخسر عضلات، إني بعد موضوع التمارين الرياضية إني أدخل كامل احتياجاتي الغذائية لحتى ما أخسر عضل، خسارة العضل بتصير إذا بذلت مجهود عالي شده وبعد ذلك ما اكلت او ما رممت الموضوع العضل اللي هدمته، فهون بصير في خساره عضليه. واهم شيء دائما نحكي عشان ما تخسر عضلات في رمضان، ارفع من كميه الاكل اللي فيه بروتين، مصادر بروتينيه. التمرين الاول في تمرين المقاومه اللي حنلعبه هو تمرين للاكتاف. اجري محاديه لحتى اثبت وزني، ايدي للخلف وحضغط لفوق. بهذا التمرين انا بستهدف العضلات الاكتاف، وزي ما تحدثت امبارح انه نحاول ندخل تمرينين ببعض لحتى نزيد من الكفاءه او شده التمرين. هذا التمرين حنضيف عليه التمرين. طبعا هذا التمرين حنعمله على عده مجموعات، ثلاث مجموعات، والراحه بينهم 20 ثانيه، اذا كان قبل الافطار فريح دقيقه لحتى ما تتسبب في العطش او جفاف من السوائل. التمرين الثاني ايدي هيك حرفع لفوق. طبعا هذا بيستهدف عضلات الجانبيه للاكتاف. ححاول اعمل فريز وانزل مع الشهيق والزفير. تمرين آخر دوران كامل، بستهدف جميع زوايا الاكتاف، ننتقل لتمرين الاكتاف الخلفية، حنزل ظهري بانحناء بسيط حرفع لورا مع الفريز مع الشهيق والزفير. طبعا هذا بستهدف فيه عضلات الاكتاف الخلفية. طبعا بعض الاشخاص اذا مارسوا موضوع تمارين المقاومه قبل الافطار حيحسوا في تعب ودوخه بسبب انخفاض سكر الدم او مخزون الطاقه في العضلات او بشكل كامل في الدهون من مصادر الجسم كامله، فيفضل انه يلعبوا بعد الافطار بساعه ساعتين لحتى ما يتسببوا، لانه كامل الاكل يعني لما افطر بيكون ضخ الدم عند البطن فحيسبب معي غثيان. يعني شكرا لك روني، يمكن بهذا الشهر
لازم يكون في تمارين رياضيه. في بعض الناس بيقول لك صايم وما بقدر وصعب. تعتبر هذه الفرصه الذهبيه لان اي شخص بده ينقص وزنه او يحافظ على الكتله هو نفس الشيء. بالعكس النشاط الرياضي انا حستخدم فترات صيام طويله، مجبر اني اصوم فترات طويله، فالامتناع عن الاكل هذا شيء. ولكن احنا مشكله الاشخاص انه بعد الافطار بيدخل في موضوع الحلويات. صحيح. حكينا عنه، تحدثت عنه امبارح، انه موضوع الحلويات ما في شيء اسمه امتناع، ولكن باخذ قطعه بسيطه او جزء بسيطه وبحاول اقسم وجبه الافطار على دفعات مش دفعه واحده لحتى ما يكون عندي مسافات او جاب اني اقدر اغش او اطلب. نعم. حلو جسمي. يعني افضل وقت للتمرين بيقولوا قبل الفطور بساعه، هل هذا صحيح؟ هو بسبب بعد قبل بساعه عشان ما يسبب معي جفاف او عطش الخلايا الداخليه. نعم. لانه اكثر الاشخاص مثلا بيلعبوا الظهر في عندك فترات طويله، هلا بدك تلعب تمارين مقاومه او هوائيه يفضل انه بعدها على طول تفطر، يعني قبل الاذان نص ساعه انه على طول تخلص تمرينك على طول تفطر حتى نتغلب او نتجنب موضوع الجفاف الداخلي. صح. صحيح. شكرا روني.